الو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل صابون الرز، صابون الرز بمية الورد. وصفة جميلة جدا جدا جدا. وطبعا الرز من أفيد الحاجات للبشرة، بيدي تفتيح وإشراق، فعلا رائع جدا جدا وهيعجبكم قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو. هاخد 250 جرام من زيت الزيتون الأول، بحط الميزان بتاعي على الصفر، بوزن 250 جرام. أضيف 220 جرام من زيت نخالة الرز، وده زيت معصور على البارد، أنا بجيبه من السوبر ماركت. هضيف 276 جرام من زيت جوز الهند، هو دلوقتي يعني مش متجمد علشان احنا لسه الجو حر، لكن في الشتاء طبعا بيكون متجمد. تحتاجوا ان انتوا تاخدوا الزيوت على حمام مائي عشان لو حد هيتفرج على الفيديو ده في الشتاء. احط الميزان بتاعي على الصفر، وهوزن 276 جرام. أضيف 25 جرام من زيت الخروع، هنا أنا معايا 20 جرام رز، أضيف عليهم 100 جرام مية عادية، واسيبهم يتطبخوا ويستووا وارجع لكم تاني. سووا شوية مية لغاية لما يستوي. هنا زي ما انتوا شايفين كده انا طفيت عليه النار وهو استوى تماما. هاخد الرز المسلوق في الخلاط، وهضيف عليه 200 جرام من ماء الورد، وهضربهم مع بعض. بصوا هنا بقى الكمية اللي فضلت في القاع انا مش محتاجاها، هي ما ضربتش كويس او كانت عايزة تصفى، فانا محتاجة مية بس، وانا عملت كده بزيادة علشان يعني اتخطى المشكلة دي وما اضطرش ان انا اصفي.
هاخد بقى اللي انا حطيتهم في القالب هنا، واحطهم في الفريزر عشان يجمدوا. وبدل ما استعمل قالب تلج استعملت القالب بتاع الصابون الصغير او الشوكولاتة عشان يطلع بسهولة. هنا ده بقى الرز، بقى بعد ما طلعته من الفريزر متجمد، انا محتاجة اخد منه 293 جرام. انا الكمية بتاعتي طلعت اقل من 293، فهكمل بقية الكمية بمية مقطرة، مفيش مشكلة خالص. كده بقى 293، أضيف عليهم 111 جرام من هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم على طول بيروح مدوب التلج. احنا طبعا تلجنا الرز علشان ما يتحرقش مع هيدروكسيد الصوديوم عشان احافظ عليه. بعد ما محلول الصودا دب تماما هنزل فوق الزيوت بتاعتي من خلال مصفى عشان لو في اي حاجة ما دابتش في هيدروكسيد الصوديوم ما تأذيش حد بيستخدم الصابونة. هقلب شوية وبعد كده هشتغل بالهاند بلندر. أضيف 23 جرام من زيت عطري الورد. وهبتدي انزل في القوالب بتاعتي بسرعة قبل لما الصابون يتقل. واسيب الصابون بقى براحته يوم يومين ثلاثة لغاية لما يجمد وابتدي اشيله من القوالب. وده صابون الرز بعد ما شلته من القوالب، بس هو خد 3 ايام لغاية لما جفف القوالب، وعلشان اشيله ويطلع شكله مظبوط حطيته في الفريزر نص ساعة وشلته علشان يطلع نضيف خالص وما يجرحش. وطبعا زي اي صابون على الطريقة الباردة بننتظر شهر او 40 يوم، 40 يوم بيكون افضل قبل ما نستخدمه.